هيلو، مساء الخير للجميع. رجعنا لكم اليوم في حلقة جديدة من لعبة ليتل نايت مير الموسم الثاني. طبعا احداث الحلقة السابقة، هاجمنا رجل غامض عملاق وخطف سيكس، واحنا اليوم منا ندور على سيكس. وانا علكان من الحلقة السابقة من عجوز ختيارة معاقة مش عارف كيف بدنا يهزم منها، ومن ساحة الكهرباء هاي اللي انا علكان فيها. طبعا اذا انك مش عامل زر الاشتراك، اضغط على الاشتراك وفعل زر الجرس وحط لنا لايك، ويخلينا نشوف الوضع هالساعات. طبعا يعني انا مبين عليها بداية خير، يعني جابتني على السريع. يلعن ايوه. واخيرا نطلع من هنا يا ولاد الحلال. كيف ترى المنطقة هاي؟ مع السلامة يا معتوها. هذول رايحين في عالم عايشين في عالم الأوهام. شنو على هالتلفزيون؟ طيب في عرباي. تلفزيون. اخ كهربا. اخ اسلوب الكهرباء كثر الفترة هاي. والله بدي اجرب انزلها هي شاي. شو هدف من تنزيلها هاي الساعة؟ جد مش عارف.
طيب اوكي أظن ما أظنش لا لا نقدر نطلع على الشباك تعال جاي لا يا حمار لا يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي انت واحد غبي طب انا هسات هاي العملية هاي يعني انا شو استفدت منها اها نشوف اها طفينا الكهرباء اوكي يا راجل مالكين واحد شابحينه في الخطاف طيب يلا فوت بس هذا في اشي انا جد مش مقتنع في اشي حاسس طب يعني انا لا ما لا 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 مش لهالدرجة دي يعني مش لهالدرجة دي مش لهالدرجة دي يا اخوان شو رايكم يعني الكهرباء فيها انما اكون يعني هذا اشوف هاي شوفوا كان في اشي ممكن يساعدنا انا هي شيء هان 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 يعني هاي شو هاي ما لهاش خص ما لهاش خص طيب يعني نساوي هالتجربة نشوف لا نجرها اذا ما احنا نقدر نشغل الكهرباء والتلفزيون طفى كده بروفا اوكي وقف نعمل تجربة لا 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 يا أخي يا أخي مستوى الذكاء صفر
طيب اوكي اوكي هيك راح نسوي هالساعات. هسات نروح نشغل الكهرباء. نروح نرجع الكهرباء ونعدها كم مرة راح تزبط معنا. يا أخي يا أخي يا أخي أنت ساعة نيجي ها بعديها نيجي 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 هنا بعديها نقعد نحاول نرد نعملها نفس ما عملنا أول مرة. واو هاي زبطت معنا. طيب يا رب تزبط معنا هاي برضو. لا لا لأني غبي. سنتر سنتر كيم حط شيل كيم ديها نط خرا زيه. يا اخوان اللعبة هاي والله العظيم انها حلوة بس والله انها رفع الضغط. انا دشر دشر يا اخي يا اخي يا اخي شو اللي شو قدامك بدك تزم وينت يا اخي يا اخي. وديت 6 في مصيبي وهالساعة عشان تقعد تلعب مع اللي اكبر منك. وديتها في مصيبي وديتني انا معاك في مصيبي. مرحلة التلفزيونات اوف والله بدي اوقع. اوف يلا هات اشوف. طيب نقعد على التلفزيون كده 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 نلعب من ورا الشباك. يا اخي الو ايه بتتفرجوا على ايه؟
طاقيته، هاي طاقيته. تعرفوا المفكر فيه؟ نفس المرحلة الأولى. دلاهيهم انتبهوا للتلفزيون الصرفي، الله لا يعطيكم اياه العافية. انصرعوا على التلفزيون، انصرعوا على التلفزيون، انصرعوا على التلفزيون، انصرعوا على التلفزيون. سابهم الصرع، منا تلفزيون، منا تلفزيون، منا تلفزيون. ثورة، شيل هذا عشان خلق التلفزيون. ما هو فيش صورة، مو تشويش، انا بساعد فيكم قاعد، بدي اريحكم من العذاب اللي انتو عايشين فيه. تلفزيون، كل هذا عشان تلفزيون. صرع التلفزيون هاي. اركض اركض يا الله. طفيته 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 من جحاشتي. اما انتو قاعدين بتدمروا في التلفزيون، انتو دمرتوا التلفزيون، انا دمرت التلفزيون يا عمي. ايه جبت لكم 4 تلفزيونات مني، 4 تلفزيونات هاي شغالات ما شاء الله عنين. شو يعني بكا شغال هذاك بكا شغال علي اشي ولا مش عارف شو هو يعني. يخرب بيتكم. يا الهي، تقول تلفزيون تلفزيون تلفزيون، بدنا تلفزيون بدنا تلفزيون، تقول التلفزيون بكى في اشي واو. تشويش بكى، انا ريحتكم منه. قدوش تستفيدوا منه اشي، شلوا من تحت راسك انت. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي، يعني شوف هذا باب بده يتطبش. هاي واحد 6 مصر مصر انه يعذبني، مصر. اكلنا خرا، اكلنا خرا. نط يا اخي يا اخي، نط نط. وين الشرخة؟ تعرف انا غلطت. والله ما غلطتش، ما هو اللي وكل التلفزيون يا عمي، هو اللي وكل الشرخه.
طب بلا من الفيلم، بلا من الفيلم، بلا من الفيلم، يلا على السريع يا عمي، يلا يلا يا زلمه، يلا يلا. اطلع 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 يا اخي، اطلع اطلع اطلع، انتك شايف المعاناة العذاب اللي انا عايش فيه هذا، اطلع اطلع يا زلمة، اطلع كل المصايب بتيجي من تحت راسك، انت امشي يا ضاضا. هذا الطويل الهبيلي شو تسوي معاه؟ والله ماني عارف شو بدي يغلبوا. مصر يعني انت يعني تلاحقني يعني شوش. لا 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 انا وين دروه. يلا يلا يلا، هذا بطير مش بيمشي، هذا هذا بطير. انا خلقة لعبة قدامك، انت عايز مني ايه؟ يلا 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 شد لي اجرك. يلا يلا اوووو يلا، احنا في القطارات شباب، ادعموني بالشير واللايك والكومنتات، ادعمونا تبخلوش علينا يا كرمة. يا اخي يا اخي حل عني، ابوس ايدك حل عني، ابوس رجلك حل عني يا اخي يا اخي، انت اخذت سكس ايش بدك فيي انا يا اخي يا اخي يا اخي. بطيء بطيء يا ولا ايش بوقف قدامك، انت 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 غضنفر يا لثارات كل هلب. يا لثأرات كل عيب، يعني يعني ما احنا يعني انا عارف عنك يا اخي. يا الله يا الله، عشان افتح الباب بس، عشان افتح باب بس. يا الله دخيلك، ليش ايش ليش يا اخي؟ حل عني يا اخي يا اخي، طنيب ودخيل حل. طب انت فلت، انت اللي فلتها يا لثأرات كليب، جايبي معاي يا لثأرات كليب. ولك يا عم شو اللي فلت؟ شفتوا في غلط في اللعبة، والله العظيم في غلط في اللعبة. أنا كرتون كرتون، لا 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 يا عمي لا.
لا يا عمي لا، يحرك يومك. لا انصرف يا الوسخ، يا الوسخ يا الطويل الهبيلة، يا هبيلة يا لتأراتي كولاي. امشي والله ما جايب المصايب الا انت. لا في الاخر لهان بس، وبقول يا لثاراتي كليب ويا الوسخ، ونهزم يا الوسخ، وانهزمنا بين الوسخ والطويل الهبيلة في الآخر. هان والله رفع لي ضغطي. يا والله هات شو هاي اللي وقعت هاي، انت شوف هيك في شي شي انا هيك ظهرك مطبوش مش قادر تنط. بكت تلعب هات، استمتع من تحت راسك راح كل اشي. طيب انا مش عارف شو اقول لكم يا شباب، يعني بتأسف بتأسف كثير منكم والله، هاي غلطة مني، غلطة قوية أخرى مني هاي، بلعب 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 في الآخر طلع تصوير خربان، تصوير خرب، الأحداث وقت ما خرب، لما انهزمت من المارد، بعديها جيت، مشينا، رد طلع لي من أول وجديد. قتلت انا وياه، قتلنا احنا اثنين مع بعض في هجوم خارق للطبيعة. تشيف تسألونيش لاني انا مش عارف شو اوضح لكم اياه. المهم غلبناه، مشينا لقدام، بعدين فتح لنا باب بضوي زهري زي ما انتم شايفين هنا هيك، فتنا جوا، طلعنا على السلم ونزلنا من سلم، فتنا بباب برجعنا من اول وجديد لنفس المطرح. عندنا الكرة تقريبا مرتين ثلاثة أربعة أو أكثر للصخرة، تمنها زبطت معنا في الآخر. هديها أجانا مفترق طرق ثلاث أبواب، عملنا حنقر بنقر في الحاقورة، زرع بندورة، نكينا باب، فتنا منه ولا هو جاب لنا إياها أنا هيك. فسامحوني يا جماعة الخير، هذا غلط مني أنا، لاني بكيتش مركز من ناحية التصوير. ف متأسف، خلينا نكملها انا هاي. شوف شوف زي هيك زي هيك الباب اللي انا لقيته يجيني هان، بيجيبني هان. طب هذا شو هذا بيدفعوا؟ اه والله دفعوا. ايوه في عليك يا الوسخ. في عليك الوصف ولك زي هيك الباب اللي انا بكيتش مصور لكم اياه، او التصوير تاعي خرب فيه زي هيك بالضبط.
بس اللهم لك باب. هسا انا فتحت لالي عدة ابواب. هسا نشوف وين الموسيقى من هان. نشوف الموسيقى من هان. في موسيقى؟ ايش موسيقى؟ هنا كلية الموسيقى. نيجي من هان. حسبي الله على المخرج. ايوه واموت يف نحل عدوني من هان. قوم يا الحزين قوم يا الحزين. اطلع البواب هذولاك نفس الاشي نفس العملية اللي صار معاي. من هان نحن نلحق الموسيقى. هنا طلعت الموسيقى. من هان شو بقول لي هنا use L to pass ودي معنى هنا في معنى. غاد لحقنا الموسيقى وزبطت معنا. لا طيب يا اخوان بدنا نعكس الصوت. كده مفروض يعني انا لسه ما عكستش الصوت. بس هاي ليش جايب لي اياها هاي؟ لسه الصوت من نفس المطرح. لماذا؟ عكسنا الصوت صح؟ يعني في شيء مش مظبوط. أقول شو قصة ليل يعني عمرها ما اجتني. هني اتكل الصوت. نشوف الصوت من بيجي. عشان يجي انا في ها هذا الصوت.
نعكسه. ايوه اطلع يا ابني، اطلع اطلع اطلع، الحق الصوت. طيب اوف، واخيرا وصلنا. اطفي لي هالخرا هاي. 6 هل 6 صارت عملاقة؟ هاي 6 6 شو صار فيك يا 6؟ لا 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 عملاقة، حولك وحش. طفيها طفيها يا 6، هينقذ 6. شو نسوي مع 6؟ لا 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 تعال 6 تعال. ما تخافيش، لا ولا ولا نطلع من هنا نشوف. سكر الباب علينا. استنى يا 6 لا ينقذك، اخلص مالنا، فتنا في عالم ثاني. خال 6 تحولت، 6 انجنت. يا يخرب بيتك، اركض اركض اركض، 6 مش 6 صارت، 6 انجنت. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود، متنا يا نهار اسود. 6 مش 6 صارت، انجنت. وليت يا غبي لنرجعك بني ادمي، لنزغرت يا غبي يا غبي. هو العملاق شو سوى فيك؟ شو اللي سوى فيك؟ شو اللي سوى فيك؟ يلا 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 6 انجنت، 6 انجنت، كل هون لمصلحتك مش لإلي انا، انا مهزوم، مصلحتك انت اهم. لمصلحتك يا 6 ردي علي. سكس اصحي من العذاب، يلا خرب بيتك. يلا خرب بيته هاي بالمرة، هاي خذوا لا خذوا مني ولا اعطوني هاي. شو اللي سوا فيك؟ هذا الشرخ هات هات. لمصلحتش، لمصلحتي هو انا، انا هزمت وخلصت، انت المحصورة. مصرة تظلي هيك يعني. بل يا راجل نلعب معها
الحزيرة هالساعة 6. طيب انا مصلحتك يا سيكس، انا مصلحتك مش لإلي انا، بدي ارجعك قزم. عالم الظلام. طيب هات الشركة، هات هات يا لثأرات كل عيب. بعدين اوه هاي معصبي قوي. طب هنعمل معك ايه احنا؟ انت مصروعة قوي، ومننا ننرض الجرس اللي بيظل يرن اللي مش راضي يخلص. يا سيكس يا سيكس رد علي يا سيكس، انا لا مصلحتك يا سيكس، انا لا مصلحتك يا خرا. انا بقدر اطيها. انا طلعت للموت. طيب مشكلة بلحكش، انا بدي عارف انا بلحكش. لازم اطلع للي باب اللي فوقنا. بدي اخذك يا سيكس لمصلحتك الله يرضى عليك، تتعبنيش انا من الله تعبان. اخ سيكس هاي ده تتعبني كثير. هاي سيكس ايام ما كانت كعكل اصبحت عملاق. لسه ابصر كم مره بدي اضرب الجرس هذا واعيش المعاناه نفسها. هاي احنا في الظلام، الظلام برض نفس المشكلة. ارد طول الشرخة وارد اكسر الباب وارد الاقي سيكس. اخ يا سيكس اخ عذبتيني اوي. المخرج مش يصلي على النبي يا حبيبي، رجعنا نفس المرحلة. المرة هاي الشرخة، ايوة الشرخة ضقي فوق، انتو شايفين المعاناة هاي. انا بدي اطلع لفوق، يعني بدي اصيح الباب هذاك، بدي اصيح. بدي اخذ الشرخة. بدي احاول ازم الشرخة. ما
بدنا ناخذ الشرخة يا سيكس، ناخذ الشرخة بس، ناخذ الشرخة اللي نعرف نتحرك فيها. بس هيك باخذ وقت، فبدنا اروح ازم الشرخة وارد اروح اضربها، باخذ وقت، باخذ وقت قوي. بدنا نجرب هالتجربة. يا سيكس. دي بتلعب بايدها الطويلة كادي. ايوه صارت تفهمني سيكس. اخ يا وسخ، اخ اخ يا الوسخ، بتمد ايدك يا الوسخ يا الوسخ. طيب يا الوسخ انا افرجيك. يا الوسخ يا هليتشي يا هليتشي يا سيكس، شو اسوي معك يا سيكس؟ وين ايش يفضح يومهم الثاني؟ يلا لعن العرض المخرج وين حاطط لي الشرخه. انتم لا انتم شايفين الصعوبه هاي؟ وين اروح ليش؟ وين اروح فيك؟ سريعة المشكلة سيكس سريعة. يا الله يا الله، شو سمعت يا سيكس؟ يا سيكس سريع يا لعن عارضك. سريعة سريعة سيكس، سريعة صارت، سريعة كثير صارت سريعة. يا سيكس يا سيكس، صحصحي معاي، بكفي برضو، صحصحي صحصحي معاي. تعبت، انا تعبت. لسه ما تعبتيش انت؟ يا دي هالموسيقى اللي مش قادر تبعدي عنها. هاي الموسيقى سيكس، انا اسف. طيب طيب انا اسف يا سيكس، خليني اضطر اعمل اشي.
هتخليني اضطر اعمل اشي يا سكس، هترفضيني عليه، بس انت اصريتي اني اعذبك. الى اللقاء يا سكس، بدك ترجع زي ما كنت يا سكس. انا اسف يا سكس. رجعت سكس، رجعناها زي ما كانت. الله لا يعطيك اياها العافية. المخرج مش مصلي على النبي المخرج. يا لثأرات كليب، يا لثأرات كليب، ما احنا نقول ناس بتفتح عينين وناس بتموت وناس يا سلام. ايه ده ارشد يا زلمة، ارشد المصايب ورانا. ما هي ارشد، كل يوم وحش قاعدين، وكل ساعة زبالي في عينين وزبالي في دنين. يلا وصلني ولك اطلع يلعن يومك. ارشد والله رفعت اللي ضغط، واللي صنع اللعب رفع لي ضغطي. يلا لعن اللي صنع اللعب، وين عقله فطيزه بكى اللي صنع اللعب. يلا خلصني، يلا هات وصلني. يلا فوت ان شاء الله بفوت على قبرك. فوت، قوم كانت كيامتك، قوم. كني انا اللي قتلت الخرا. قوم ولي ارفعيني يا سيكس. قال يلا. يا انا انت طيب، يلا باي باي. وداعا سيكس، وداعا سكس. انت جبتيني في داهي وديتيني. كله من تحت راسك انت يا سكس، كله منك انت. يا لثارات كليب، ايا يا لثارات كليب، كل هالعذاب هذا اللي تعذبته. ما متش لسه، عايش في الطحالب. كل هالعذاب وهالعذاب. آخ يا سكس، شو سويتي فيي؟ ولي اطلع ان شاء الله بطلع على كلبك. اطلع شو هيك قصة اللعب يعني؟ يا عيني ايه ده؟ انا في عالم ما يعلم فيه الا ربنا.
موسيقى هادي اختفوا، الكل اختفى، سكس سابتني وراحت، انا قعدت في حزين. الحزن غامرني، وكده انتهت قصة ليتل نايت مير الموسم. لا هذا هو كبير، يعني كبر صار بني ادم بالغ. الوسخ 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 سكس انقذ حاله وراح، خطيرت. ومرت الايام والسنين، طيب كبر بزياده. السكس كيف هي تساوي فيه سكس؟ يدشرني ويروح. طيب يا راجل يا راجل، هو انت طلعتي انت السفاح؟ طلعتي انت السفاح يا الوسخ، وانا بنهزم من حالي كنت، ولك يا الوسخ. للموسم الثالث الله العليم، الباب اللي فتحته وجاني من نار جهنم يا الوسخ، انا كنت اسهم بان اهزم من حالي. طلعت انا السفاح، اخ اخ اخ، توتي توتي، وخلصت الحتوتي. كان يا ما كان في قديم الزمان، طلعتي انا الوسخ، طلعتي انا الوسخ يا رجالة. طيب يا جماعة الخير، وهيك احنا خلصنا لعبة ليتل نايت مير الموسم الثاني. يا ريت لو تعملونا لايك وشير وسبسكرايب، واذا انك مش مفعل الجرس فعل الجرس، واذا انك مش حاط اشتراك يا ريت تحط لنا اشتراك تدعمنا، واعطونا ارائكم في التعليقات، ويعطيكم الف الف عافية. وتوتي توتي، وخلصت الحتوتي، وانتظرونا في اللعبة الجاي ان شاء الله، يا لعبة جديدة هتكون او لعبة قديمة نجربها مع بعض. ويعطيكم الف الف عافية، وطلعت في النهاية انا الوسخ، انا السفاح.